بمقتل المخلوع صالح في الرابع من ديسمبر الجاري، دخل مؤتمر صالح مرحلة التوهان السياسي، وبدأ متوجها نحو الانقسام بين الحوثي والتحالف العربي، بعد علاقة تحالف استمرت أكثر من 3 سنوات مع ميليشيا الحوثي. ساهم مؤتمر صالح في قيام انقلاب سبتمبر 2014، واستطاع الحوثي بقوة الحرس الجمهوري السيطرة على مؤسسات الدولة واجتياح المحافظات، وخلال عامي 2015 و2016 تقاسم الطرفان سلطة إدارة بعض المحافظات، وقاتلت قوات صالح إلى جانب ميليشيا الحوثي في مواجهة قوات الشرعية والتحالف العربي. لكن عام 2017 شهد متغيرات كثيرة أدت في نهايتها لانفراد عقد تحالف الضرورة بين صالح والحوثي، حيث بدأ مؤتمر صالح يشعر بتوجه الحوثي نحو الاستحواذ على القرار السياسي والإداري والعسكري لأغلب مؤسسات السلطة. في 9 سبتمبر أطاح الحوثي بقيادات موالية لصالح من مؤسسات السلطة، وبدت الخلافات أكثر وضوحاً في 24 أغسطس الماضي، مع إصرار صالح على الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر، وهو ما رفضه الحوثي معتبراً الاحتفال معركة هامشية على حساب مواجهة العدوان. تطورت الخلافات بعد ذلك إلى مواجهات عسكرية متقطعة في صنعاء، وسرعان ما عادت المواجهات في 2 ديسمبر الجاري في ظل تنسيق معلن بين صالح والتحالف العربي، وهو ما اعتبرته الميليشيا خيانة وعمالة للعدوان. انتهت المواجهات المسلحة بين الطرفين بانتصار الحوثي ومقتل صالح وبعض قياداته، وفرضت الميليشيا سيطرتها التامة على صنعاء، وأزل الستار على حقبة 3 عقود من حكم صالح وحزبه، فيما بقيت التساؤلات غامضة حول مستقبل حزب صالح وموقعه في قادم المشاهد السياسية والعسكرية.